ابكار المحليات هجن الدار والاستغرار نسير مباشرة نحو المقدمة والبداية الاولى ثروه اللي على المقدمة محمد الراشد بن حضيرم الكتبي من يتقدم على المركز الاول بينما القادم في المركز الثاني هذه هي الزاهية سهيل بن راملي بن محمد العامري من يتقدم في المركز الثاني ثالث المراكز غادمة هملولة مهير بن محمد بالخميس الكتبي من يغير الى ثاني المراكز المركز الرابع غادمة في هذه اللحظات ماريا لعبد الله بن مطر بن حاذة الكتبي من يتقدم على المركز الرابع الخامس المراكز من القادم في هذه اللحظات وصلت السائحة خالد بن مطر بن خلفان النيادي من يصل في هذه اللحظات بينما القادمة محنة برغش بن طبازة بن دودة العامري من يتقدم في هذه اللحظات وفي هذه الاندباع الجميلة بينما المركز السابع الوصول في هذه اللحظات من توافيق لسالم بن عنزان بن خاتم بن النعيمي من يصل في هذه اللحظات بينما الوصول والاندفاع الجميلة في سابع المراكز من اللي قادم الشاهنية إبراهيم بن سالم بن حمد المزروعي من يتقدم في هذه اللحظات بينما المركز التاسع قادم الآن ومتسلل هواي المطر بن محمد بن راشد بن خيال الطنيجي من يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الأداء الجميل والممتاز بينما القادم في هذه اللحظات هنالك الفائزة هادف بن عبيد بن ماجد بن ضحاك المنصوري من يأتي على المركز العاشر هكذا هي النتيجة وهكذا هو النداء بالصوت والصورة على المراكز المتقدمة في صدارة هذا الشوط عودة إلى المقدمة عودة إلى البداية إلى مقدمة هذا الشوط إلى المقدمة عودة إلى الصدارة إلى البداية الأولى إلى مقدمة هذا الشوط اللي تقدمت في هذه اللحظات المالية عبد الله بن مطر بن حاذة الكتبي من يتقدم مع المارية بينما المركز الثاني الوصول من ثروة محمد بن راشد بن حضيرم الكتبي من يتقدم على المستوى الثاني المركز الثالث وصلت زايس هيل بن رملي بن محمد العامري من يتقدم على المستوى
والثالث المركز الرابع الوصول في هذه اللحظات من قبل هملولة مهير بن محمد بن خميس الاكتبي من يتقدم في هذه اللحظات وفي هذه الاندفاع الكبيرة والممتازة. هكذا والصراع هكذا والنزاع ما بين هذه الأسماء ما بين هذه الشعارات الكبيرة والعملاقة. عودة إلى المقدمة إلى البداية الأولى المارية المارية ما بين المارية وثروة مارية وثروة اللي على مقدمة الشوط. هذه المارية عبد الله بن مطر من هذا الاكتبي من يتقدم على ظهر المارية بينما القادمة ثروة. ناصر محمد بن راشد بن حضيرم الاكتبي من يتقدم في المقدمة هذا الشوط. المركز الثاني الثالث وصلت الشانية ابراهيم بن سالم بن حمد المزروعي من يصل على المستوى الثالث. رابع المراكز تصل الان الزاهية سهيل بن رامل بن محمد العامري. يا سلام يا سلام المقدمة يا البداية الاولى ثروة 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 اللي على مقدمة هذا الشوط اللي على البداية الأولى بدون أي أوامر حتى هذه اللحظات أو شبه أوامر تذكر حتى هذه اللحظات بقيادة محمد بن راشد بن حضير ملك تبي من يتقدم ويتعلق في مقدمة هذا الشوط. بينما القادمة المارية المارية عبد الله بن مطر بن حاذة ملك تبي من يتقدم على المستوى الثاني. لكن خلاص الله 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 ثروة 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 إلى الفوز ثروة إلى الإنجازات ثروة إلى البطولات نحو الفوز نحو الانتصار بهذا الأداء الجميل بهذا الأداء المتميز بهذا الصباح الجميل. تقدم هذا الأداء الكبير على مقدمة هذا الشوط. هذه هي ثروة محمد بن راشد بن حضيرم الاكتبي من يتقدم على ظهر ثروة. فتهانينا وناموس لمالك ثروة لحظات وصوله إلى خط النهاية معلنة الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت هناك المارية عبد الله بن مطر بن حاذة الاكتبي. المركز الثالث وصلت هنالك القادمة الشاهنية إبراهيم بن سالم بن حمد المزروعي. هكذا هي النتيجة للثلاث المراكز الأولى. وعودة إلى التوقيت الزمني 7:38 بالوفاء والتمام. تهانينا وناموس إلى جميع الفائزين.